قالت وزارة القوى العاملة إن المملكة الأردنية قررت إلغاء الحصول على تصريح الخروج والعودة لمغادرة المملكة لجميع العمال المصريين اعتبارا من الاثنين المقبل باستثناء العاملين في مهنة الزراعة. وتلقت الوزارة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بالأردن بالسماح للعامل المصري الذي يحمل تصريح عمل ساريا بمغادرة أراضي المملكة والعودة إليها في أي وقت قبل انتهاء تاريخ تصريح العمل، فيما يستمر العمل في الإجراءات الخاصة بمنح الزراعيين تصاريح العمل الخاصة بهم.